هذه اللقطات الأرضية والجوية من أسواق المباركية، نرحب فيكم في لقاء جديد عبر الفضائية الكويتية من هذا المكان التاريخي والتراثي والتجاري في دولة الكويت. من خلال أيام الخميس والجمعة والسبت نكون معاكم ومع أخواننا المواطنين والمقيمين وزوار أسواق المباركية من خلال هذا البرنامج اللي يمتد لغاية الساعة 9 مساء من خلال فقرات عديدة ومتنوعة بصحبة زملائي منال وأيضا نجيب. مساء الخير منال. مساء الخير سعد. مساء الخير، مساء الورد، مساء النور والنوير على متابعينا، حياكم الله معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم أسواق المباركية. مثل ما عودناكم بنهاية كل أسبوع نطلع عليكم بحلقات مميزة ومواضيع مختلفة وضيوف مميزين، بالإضافة إلى الفرق الشعبية اللي شاركنا نهاية كل أسبوع، واليوم معنا فرقة كلكوني لفنون الهبان والفنون الشعبية، بالإضافة إلى زميلنا نجيب ومسابقات الجميلة والجوائز المقدمة من وزارة الإعلام. مساء الخير نجيب. مساء الخير بنال، مساء الخير سعد، مساء الخير مشاهدين تلفزيون دولة الكويت. مثل ما احنا عودناكم دائما خميسي مع السبت في هذا الموقع الجميل التراثي اللي ما شاء الله الكل اللي يوصل الكويت لازم انه يوصل هذا المكان اسواق المباركية. اليوم ما شاء الله يعني شوف ما شاء الله الاجواء حلوة، الجو ما شاء الله جميل جدا حتى حق هالجمهور اللي موجودين معانا في هذا المكان. فرقة كنكون مثل ما تفضلتي زميلتي منال، اليوم مسابقاتنا واسئلتنا حق هالجمهور اللي موجود معانا. احنا اسئلتنا سهلة ما تعبي شيء، سؤال وثلاث اختيارات، وحاول انك انت تاخذ الإجابة وتلقطها وتاخذك المكافأة الحلوة المقدمة من وزارة الإعلام. هذا بالإضافة للكلام اللي قاعد نقوله عن أسواق المباركية، أيضا ننوه حق مشاهدينا أن عندنا أيضا بث مشترك مثل ما قاعد تشوفون مع زملائنا في وزارة الإعلام في موقع يوم البحار، مثل ما تشوفون على الهواء مباشرة عندهم فعاليات حلوة وجميلة أيام الخميس والجمعة من خلال الفعاليات وخاصة المسرحيات الخاصة للأطفال. إن شاء الله بعد شوي مثل ما أنتم شايفين هذه مسرحيات من المسرح الموجود في موقع يوم البحار هناك، فهناك إن شاء الله بين لحظة وثانية راح ننتقل لهم يا منال، وأيضا يصير البث مشترك بين أسواق المباركية وموقع يوم البحار. بالضبط، بالإضافة إلى عندنا اليوم ضيوف مميزين ومواضيعنا حتكلم عنها، عندنا فهد الهاجري وجنان الإشهاب ومواضيعهم مميزة، بالإضافة إلى فرقة كنوني للفنون للفن الهبان والفنون الشعبية. مخرجنا بيودينا بأجواء جميلة بأسواق المباركية، عقب نبتدي أولى فقرات برنامجنا الليلة.
يعطيهم العافية فرقة كنكوني للهبان للفنون الشعبية، ما قصروا. فنان شاب كويتي هوايته النحت على كل شيء، خشب، جرانيت، رخام. بنتعرف عليه أكثر وعلى هوايته وخبرته هذه كلها. رحبوا معنا بضيفنا الأستاذ السيد فهد الهجري. حياك الله فهد، يا هلا مرحبا فيك. الله يحييك ومساكم الله. اهلا وسهلا فيك اخوي فهد. فيك حياك الله. الله يسلمك. اهلا وسهلا فيك. فهد، تكلمنا عن فن النحت، هوايتك، من متى بديت فيها وشلون بديت فيها؟ اوكي، فن النحت طبعا يعني بنى حضارات كثيره، يعني نعم، يعني من بدايه البشريه لغايه الان وهو يبني في الحضارات. فن النحت بدا معاي من تقريبا 12 سنه. بالبدايه كنت رسام، قبل 12 سنه كنت رسام ارسم، تدرجت في مدارس الفن كلها كرسم. بعدين وجدت نفسي اكثر في النحت، يعني كنت يعني مع النحات الكبير عبد الحميد اسماعيل، امسي عليه بالخير. كنت اشوفه بورشه في جمعيه الفنون التشكيليه، كان قاعد يشتغل، فجذبني النحت ودخلت وياه في تجربه. اول تجربه لي كانت، بعدين افتلت افضل. فهد، يعني هل النحات لازم يكون رسام بالبدايه؟ طبعا انت عشان تنحت لازم تكون رسام، لازم ترسم او شيء، تسوي السكتش مالك اوكي على ورقه. أي. بعدين اذا في امكانيه ان انت مثلا تطبقه على مكت صغير، احيانا بعض الاعمال عشان تسويها تكون فيها مخاطره، يكون فيها مثلا اجزاء تكون ضعيفه جدا، صح، فتسويها مكت من طين او اي شيء، تكون مصغره يعني نموذج، حيث اي نموذج صغير عشان تشوفه انت من كل اتجاه، وتشوف ابعاده، تشوف الاخطاء اللي ممكن تحدث لك في النحت. يعني ساعات النحات لازم يكون تركيزها قوي، مو ساعات، هو دائما المفروض انه يكون تركيزها وايد قوي بالتحفه اللي هو قاعد يشتغل عليها فيها. نعم. فشلون قدرت انت تركز كل حواسك وانت قاعد تشتغل على قطعه فنيه؟ اول شيء يعني انت عشان تسوي فكره او تسوي منحوته لازم تكون انت حاس في هذا الشيء اللي انت بتسويه. يعني نعم. يعني كمثال نقول، يعني مثلا سمعت قصه معينه اثرت فيك. اوكي، هي لغه، ترى الفن هو لغه، اثرت فيك، فانت تعبر عنها، تعبر عن التأثير اللي أثر فيك هذا في منحوته.
فتحس فيها، تحس بالقصة اللي قال لك إياها صديق أو سمعتها من أي من الأخبار أو أي شيء، فتحس فيها تركز خلاص، يصير عندك التركيز 100% بهذا، بهذه القطعة اللي أنت قاعد تشتغل عليها، خلاص يصير عندك الإحساس يعني 100%، لأن أنت مثل ما نقول إحنا عشتها داخلك أو عشتها بفكرك، يعني قاعد تفكر فيها طول هالفترة هذه، تطبقها وتعيشها. نعم، يعني فهد نفهم من كلامك انه والله بدال ما تقول لنا سالفه تعطينا منحوته احنا نشوف افكارك من خلالها. نعم، هي المنحوتات او الاعمال الفنيه كل شخص ممكن يقراها قراءه من ناحيته هو، قراءه ثانيه تختلف عن اشخاص الباقين، يعني على حسب رؤيه مثل الفن السريالي بعض المرات يعطيك مجال انك انت كل واحد وخياله وشوف. نعم، الصوره هذه يعني. نعم طبعا المدارس الفنيه يعني كلها تدخل فيها خيال، يعني لازم يكون فيها خيال، اما يكون في الفكره، اما يكون في التاثير اللوني او الالوان اللي موجوده لازم يكون فيها بعض من الخيال. يعني تستخدم الالوان في النحت ولا تثبت على لون واحد؟ لا طبعا النحت احنا ننحت على مواد اصيله، مواد طبيعيه مثل الرخام والحجر والجرانيت والخشب، فيعني الله سبحانه وتعالى خلق لنا هذه المواد او هذه الاحجار والاخشاب باجمل صوره، يعني فحرام ان احنا نضيف لها اي اصباغ او اي لا تجملها، يعني مو اضافه بس يعني نحت شغله تحفه جماليه على قطعه خشب، فتحتاج ان تجملها بالوان معينه. لا اذا كان كانت الماده مصنعه مثلا الطين اوكي اللي هو الخزف، ممكن احنا نسوي طين اللي هو في مدرسه من مدارس النحت يسمونه النحت البنائي، ان احنا نسوي كتله من الطين بعدين ننحتها اوكي ونحرقها بعدين ونضيف لها الوان اوكي ممكن احنا، لكن كخشب الخشب يعني لي علاقه معاه يعني وايد حبيبه، انا احب الخشب. ليش؟ لانه الاخشاب سبحان الله من داخل انت تشوفين الشاره من برا لحبس، من داخل لما تشوفين الوان وخطوط وحتى رسومات داخل ايضا من الخطوط والعروق اللي تطلع فيه. يعني اول ما بديت تنحت بديت على مع الخشب ولا مواد خام ثانيه؟ طبعا مع الخشب. ليش؟ لانه متوفر عندنا، اما الاحجار والرخام هذه دائما لما اطلع برا الكويت في ملتقيات او سمبوزيومات اني اشارك في النحت برا استخدم، يعني الجا الى تستخدمون العمل الجماعي يصير بالنحت؟ نعم نعم، الحين انا ان شاء الله بعد باكر ان شاء الله يوم السبت رايح كمبوديا، راح اكون مع فريق، وفريق ان شاء الله راح يكون وايد قوي وراح ننافس فيه ان شاء الله بالافريق الباجين كلهم. شنو عمل اللي راح تسوونه هناك يعني مثلا؟ السنه هذه عنوان الملتقى هو الحياه. أي. اوكي هم كل سنه يسوون ثيم حق الملتقيات اللي هو يوم الاخشاب العالمي، راح يكون تقريبا فوق اكثر من 100 دوله مشاركين. فهم اعطونا السنه هذه الحياه. أي. العام كان الجذور، والجذور سويت فيه منحوته اسمها بنات الريح. انا مربي خيول عربيه. اي ليش كذي تنقي الاسامي يعني؟ اي بنات الريح هي اسم الخيل العربيه. اي نعم. اي فكان العنوان جذور العام، فالخيل العربيه هي من جذورنا يعني في مؤصله فينا، فحبيت ان انا اسوي الخيل العربي، فسوينا جذع او سلاب ارضه 5 متر في 11 راس حصان ومع حركه الهواء، كان جدا جميل. خذته جامعه كاليفورنيا وخذنا في المركز الثالث. ما شاء الله عليك. ايه على مستوى العالم طبعا. أيه. السنه هذه الحياه طبعا يعطونك الثيم وانت كفنان تتصور او تتخيل. أيه. المعنى او الـ او الـ او الـ الثيم اللي معطينك اياه. أيه. حسب تصورك انت، حسب اسلوبك انت كفنان، طريقتك واسلوبك واحساسك. طبعا طبعا تمام. تكلمت من قبل شوي قلت احنا دائما نسافر ونشارك مشاركات برا مع نحاتين مشهورين، نحاتين عالميين على مستوى. نعم. العالم. نعم. نبي نعرف اكثر انا واخوي سعد ومشاهدينا الكرام عن المشاركات والمهرجانات اللي تتشارك فيها سواء كانت بالكويت او على مستوى الخليج والوطن العربي والعالم. طبعا في الكويت يعني معارض كثيره شاركت فيها، مهرجانات القرين والتحرير وجائزه الابداع صاحب السمو امير البلاد الله يحفظه. كثير كثير معارض، يعني حتى انه الحين في معارض ناسيه حتى من 98 لغايه الحين، يعني مشاركات عندي برا الكويت. اهم المشاركات عندي كانت في كاتماندو نيبال، كانت في عمان عندي سمبوزيوم نحاتين الشباب العرب، كان عندي في مخيم الدولي للنحاتين في عمان،
في لوس أنجلوس كاليفورنيا، عندي الحين إن شاء الله في كمبوديا، وعندي السنة هذه إن شاء الله راح تكون في مشاركات كثيرة عندي في أوروبا، في الوطن العربي، في الخليج. يعني كثير شاركت مع على فكره اخوي فهد، عندما تقول مشاركات يعني اذا رديت الكويت هل اعمالك تبقى في عندهم ياخذون نعم منك اعمال؟ نعم، لان خاصه بالرخام، الرخام طبعا احجام كبيره وكتل يعني ضخمه، صعبه جدا انك تشيلها. واساسا من شروط الملتقيات هذه ان انت تي كفنان اوكي زائر نحات تنحت المنحوته، وهي هم كجهه راعيه او كجهه مستضيفه ياخذون المنحوته اللي عليها اسمك يحطونها كتكريم لك في احد الدواوير، في احد الميادين، في يكون يعني مثلا في متحف. فيعني يكون يعني شرف كبير ان انت يعني تمثل بلدك واسمك واسم بلدك ينحط في واحد من الميادين. حلو حلو، شيء جميل. طبعا كل شخص عندنا او كل شخص بالحياه عنده مواقف جميله جدا، له ذكريات حلوه في مجال عمله أيا كان، سواء كان فنان، إعلامي، مطرب، ممثل، دكتور، مهندس، نحات وفنان تعتبر أكيد. أكيد في ذكرى معينة، في موقف صار، في مهرجان من المهرجانات شاركت ما توقعت أن التحفة اللي أنت اشتغلت فيها أهدت مثلا لرئاسة الدولة أو انحطت في مكان جميل ومميز. والله شوفي المواقف كثيرة، يعني اجمل المواقف يعني او يعني الذكريات تكون لما تتعرف على نحاتين على مستوى يعتبرون من التوب 10 في العالم ويصيرون اصدقاء لك ويشتغلون معك حتى. ايضا ان انت ترفع علم ديرتك وتتصور يصورونك اكيد، فيعني هذه وايد تكون ذكرى حلوه ان صوره تحتفظ فيها حق يعني بعد سابع جيل لك ان انت شاركت ومثلت بلدك في ملتقى يعتبر ملتقى دولي او مستوى على مستوى العالم وايضا تفوز فيه، يعني فشرف كبير هذا. كثير مواقف صارت، يعني طبعا الاصابات يعني شويه احيانا تكون فيها مواقف حلوه او يعني تظل ذكرى لك ان انت صارت فيك اصابه في الديره هذه مثلا. يعني استضافاتنا هناك يعني حتى احيانا ضاعت الجنطه عدتك بالمطار اللي قبل ولا حمايت، يعني بعد يومين تيك العده مالتك وانت قاعد ما تشتغل. فتصير عندنا مواقف حلوه، الحلو فيها ان احنا بعدين مثلا انا صارت معي موقف ان عدتي ظلت بمطار الترانزيت اللي كنت فيه حلو الجنطه، وصلت هناك ما عندي عده، فشنو صار اللي وياي كانوا مشاركين ما اعرفهم كنت، كل واحد تكلم عليك بشيء كل واحد قال يعني قال تعال اخذ من عندي، كل واحد تعال قال تعال اخذ. فوايد يعني حلوه هالشغله هذه ان انت تتعرف على ناس جدد وتتشارك وياهم حتى عدتهم، فهذه من يعني من الذكريات الحلوه. من خلال يعني خبرتك اخوي يعني فهد الهاجري، يعني هالخبره هذا اللي اكتسبتها في مجال النحت هل خلتك ايضا تفكر ان تقدم الفكره حق جيل كويتي جديد ايضا يتعلم النحت؟ طبعا هذا انا كان حلمي ان اسس مدرسه للنحت. ليش؟ لان انا ما تعلمت النحت، ما حد علمني النحت، انا علمت نفسي. صح اوكي. ما درسته؟ ما درست، انا درست قانون. قانون قانون يعني المفروض انت محامي. اي يعني شرق وغرب شلون؟ انا يعني دائما افصل عملي عن هوايتي. حلو صح اوكي، عملي يبقى في المكتب خلاص اطلع هواي انسان انسان اخر يعني شخص ثاني. يعني طبعا انا محامي في يعني او قانوني في الدوله، مو في مكتب محاماه يعني. فانسى ان انا قانوني داخل المكتب، اطلع برا المكتب خلاص انا انسان اخر ما اخذ شغلي معي. بس الحلو في النحت انه يفرغ، يعني عندك شحنه من الطاقه، عندك شحنه تقول ايجابيه او سلبيه تفرغها في النحت. يعني تخيل انت ماسك زميل ومطرقه وتطق بخشبه، صح قاعد يطلع اللي فيك. نعم. عموما فهد احنا راح نستخدم القانون معاك ونوقفك دقيقه ونروح حق زميلنا نجيب القحطاني موجود في مكان اخر من اسواق المباركيه. ودونا حق نجيب.
شكرا زميلي سعد ونال وفي اسواق المباركيه، مستمرين معاكم مع هالمسابقات الحلوه والجمهور الطيب اللي موجود معنا في اسواق المباركيه. راح ناخذ اول متسابقه، حياك الله تفضلي، يعطيك العافيه ومساك الله بالخير. لا تبعدي، تعالي يمي شوي هني عشان شو تصيرين قدام الكاميرا. مساك الله بالخير. هلا مرحبا، يعطيك العافيه. كل عام وانت بخير ان شاء الله. صحه بسلام. شريت باسواق المباركيه؟ والله تهبل، والله العظيم تهبل، ويوميا هني. انا بسالك سؤال، هلا ركزي معايا ان شاء الله. حلو، السؤال يقول في اي عام تاسست شركه المشروعات السياحيه في دوله الكويت؟ 1966. ابى اساعدك والله. 1986 او 1976؟ 1990. 1966، 1986، 1976. 76. متاكده؟ متاكده. اثبت؟ اثبت. تدري اي تاريخ؟ في 3/4 انا بساعدك. 1976 تستاهلين، عليك بالعافيه المكافاه والف مبروك، حياك الله. ناخذ المسابقه اللي بعد، حياك الله تفضل. تفضل، مساك الله بالخير وخليك قدام الكاميرا هناك. ها، يعطيك العافيه. الله يعافيك. سؤالنا سهل ما يبي له شيء، بس ركز. ها، انت الجائزه لك ولا حق بنتك؟ حقي اكيد، بس تستاهل. اين يقع متحف السيارات التاريخيه والقديمه والتقليديه؟ الاحمدي، الفروانيه، ولا الشويخ الصناعيه؟ الشويخ الصناعيه. اثبت؟ اثبت. ما تغير؟ لا لا، والله انا اقول لك لا تغير، عليك بالعافيه، الف مبروك، تستاهل والله هالمكافاه. ناخذ متسابق اللي بعده، حياكم الله. تفضلي تفضلي، مساك الله بالخير، يعطيك العافيه. عافيك. خليك شوي قدام الكاميرا هنا عشان تبينين اهلكم يشوفونكم. شو اسمه الصغير هذا؟ يا ونعم والله بعلي. علي، لك وسؤال لك وحق والدتك، من هي اول امراه كويتيه تعمل كرئيسه تحرير لاحدى المطبوعات؟ هل هي اول امراه كويتيه تعمل كرئيسه تحرير لاحدى المطبوعات؟ هل هي ليلى احمد، فاطمه حسين، او هدايا السلطان؟ شنو هدايا السلطان؟ اثبت. أيه. ما تغيرين؟ لا اكيد اكيد. والله انا اقول لا تغيرين، فعلا كانت مالكه لواحده من اوائل المجلات السياسيه وهي المجالس. الف مبروك والله، تستاهلين، عليك بالعافيه. ناخذ المتسابق اللي بعده، حياك الله تفضلي، مساك الله بالخير. مساء الله بالخير، يعطيك العافيه. العافيه. شوف الكاميرا هناك. ها، سؤالنا سهل وما يبي له شيء، وركزي. ها، من هي كاتبه الروايه الكويتيه واسميه تخرج من البحر؟ هل هي فاطمه حسين، هدايا السلطان، او ليلى العثمان؟ ليلى العثمان. تجاوبين ولا تسالين؟ ليلى العثمان. اثبت؟ ان شاء الله صح. ما تغيرين؟ ان شاء الله صح. اقول ان شاء الله صح، والله فعلا تستاهلين، عليك بالعافيه، الف مبروك، حياك الله. مشاهدينا الكرام، راح نشوف مخرجنا راح يودينا عند فرقه كنكوني الهبان، خلونا نستمتع معاكم في اسواق المباركيه. جزاه الله بخير، الله أكبر يا حمام، الصلاة العصرين والشباب، الله أكبر يا حمام، من صلاة العصرين وانشغل قلبي معه، لا جزاه الله بخير. اتبع ساقيته راعي بيزري تضيع، الله اكبر يومنا طار ورفرف بالجناح، ودي اتبع ساقيته راعي بيزري تضيع،
اتبع ساكته بالمقيل وبالمهره شوف عيني بينها المباني تستبين همسات العسل والشغف قلبي معاه لا جزاء الله يا حمام وبالصباح كل يوم تشاهد ترفي ملهوفة طيمي وهنيك بالمساء يا حمام وبالصباح كل يوم تشاهد ترفي ملهوفة طيمي سيد الملاح عن ذهبي كل الزين الوصايف شو استخير يا حمام الورق قل للقضي سيد الملاح عن ذهبي كل الزين الوصايف شو استخير تربي بالبيا كل ما هبت نسيب الهبايب يستدي والعيون عيون خشبة تربى بالبيا كل ما هبت نسيب الهبايب يستدي يا حبايب من صلاة العصر إلى وانشغل قلبي معاك لا جزاء الله بخير وانشغل قلبي معاك قلبي معاه وين العب الله الله العب وين الله عليه عاش رجعنا مرة ثانية إلى استوديو أسواق المباركية نكمل حديثنا مع الأستاذ فهد الهاجري المتخصص في النحت. أهلا وسهلا فيك أستاذ فهد مرة ثانية. فيك سلمك. على فكرة قبل لا نختم كنا معاك أستاذ فهد يعني قاعد تقول قاعد تعرض يعني منحوتاتك خارج الكويت يعني ما فكرت أنك يعني تعمل منحوتة داخل الكويت عن الكويت عن تاريخ الكويت تراث الكويت؟ والله أنا قدمت مشروع حق المجلس الوطني تقابل فنون الآداب عبارة عن نسوي ملتقى اوكي للنحت على الحجره او على الرخام اوكي ايضا انا قدمت مشروع اللي هو نصب تذكاري باسم الكويت نصب الكويت التذكاري هو عباره عن مدرج 13 متر عرض في 7 امتار عمق يكون فيه كل ملامح الكويت القديمه الحاضره والباديه كلها موجوده فيه منها البوم والبعارين وغيره والسدو والدلال وكل ملامح الكويت نعم يعطيك العافية أتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق والنجاح ومن تفوق إلى تفوق الله يعافيك بس أنا عندي شكر خاص حاب أشكر الشركة الكويتية للاستثمار نعم. مثل السيد فواز الأحمد والأخ طلال الرجدان
اللي هم الرعاة الرسميين لي أنا. الله يعطيهم الصحة والعافية ويعطيك أنت الصحة والعافية. أي والله يستاهلون. مشاهدينا زملائنا في قرية يوم البحار عندهم نشاط أيضا تابع لوزارة الإعلام مثل ما أنتم شايفينه. نروح صوت وصورة إلى موقع يوم البحار. وتقول قوانين. إيه أقول قوانين. وإذا ما عاجبك أخليها تلعب على ظهرك. لا لا حبيبي نزل العصاية أخاف منها. العصاية؟ هي العصاية أخاف منها. العصاية تخاف منها؟ أنا الحين لو سمحت صرت طاير عود. زين ما حد يقدر يكلمني. إهدى طاير عصاية صرت عود شيك يا أخوي سولف عدل. وممكن سؤال؟ مو تيار كذي؟ لا لا مو تيار كذي ممكن سؤال؟ هلا أنت بياع زل ولا تاجر؟ والله إيه صح. والله ما ادري بس لا غلط ترى انت فاهم التيار غلط بس هم انت يعني ملبسينك لبس حارس وجسمك مربع بس هالمربع بيلعب على ظهرك بس 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 لجيتوني انت ايش فيك علامك يا الحافي يا المنتف متى صرت طاير وانت بامر منو صرت حارس الفريج والسوق أنا أقول لك بأمر منه تايل شاب هلا عاد قل لي أنت تاجر الفريج إي بس ما يصير تحط البيض بالسوق إي صح صح عشان نعبيه ماي إي حلو حلو صح إي تعادي ضالك إيش قاعد ينقط ماي إي طبعا خذ توخر حذر كل الفريج راح يستمتعون بذكائي رغم أن أنا أذكى واحد بالفريج طبعا قال ذكي ذكي يا حليل قال شنو قال ذكي انت الحين مقتنع انك ذكي اي ذكي شنو اي ذكي ما شاء الله الله يهداك ذكي انت الله يهداك انك طشت تقول لي ذكي وين ماشي ماشي راح تشوفوني شلون ذكي سكتوا عاد شوي بس لجيتوني لجيناك من متى هذه كلمه مو سكتوا شوي اصحوا شوي فهموا بعض شوي بس شوي فهموا بعض والله العظيم ما حد راح يقدر عليكم بس سمعوا بعض We'll be right back.
واندهش خده التفاح والحاجب هلال والمباسم ورد احمر قد فتاش والمباسم ورد احمر قد فتاش وسلسلة خطر يا ذا الغزال هل معك شي ما أنا هالت عطش مقصدي شربة من الماء الزلال مكرمة ونشيت بدفع لك بغش مكرمة ونشيت بدفع لك بغش كحسنو والتلال ولا بأرض الهند ولا أرض الحبش لا 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 بأرض الهند وين يلا اسمع هلا عاش
العافية فرقة الكنكوني، ونرجع نستكمل حلقتنا مع ضيفة جميلة ومميزة. يوم الثلاثاء 13/3/2018 كان يوم مميز بالنسبة لجنان، لأن تم إبلاغها بأنها فازت بجائزة الدولة التشجيعية للتميز والإبداع في مجال العلوم والتكنولوجيا. برنامجنا يقول لها ألف مبروك ومبروك وشرفتينا ونورتينا. الله يسلمكم ويبارك بعمركم. أول شيء مشكورين على هالاستضافة بالهواء الطلق على قولتهم. أول مرة أطلع مقابلة كذي، لازم استديوهات. أهلا وسهلا فيك جنان الشاب، الله يعطيك الصحة والعافية وألف مبروك ونجاحك دائما، يعني نجاح للبنت الكويتية بشكل عام. الحمد لله الحمد لله، توافق من الله. الحمد لله. كلمينا عن الجائزة أو المشروع اللي أنت قدمتيه واللي بناء عليه فزتي بجائزة الدولة. كان عندي اختراع دخلت في برنامج مبادر. نعم. سنة 2015 تقريبا، نسخة 2015. الاختراع كان خلايا كهرباء لاسلكية تبث الكهرباء اللاسلكية، والمشروع الثاني يستقبل هالكهرباء اللاسلكية يفيدنا بشحن التليفونات وتشغيل الأجهزة الكهربائية. عقبها تقريبا بكم شهر فتحت مؤسسة إلكترودس لإنتاج الخلايا الكهرومغناطيسية. حاولت أن أحول هذا الاختراع، هو أول اختراع أحاول أحوله إلى بزنس. يعني كان عندي اختراعات قبل من أيام الثانوية، بس هذا أول واحد اللي أحوله بزنس. فتحت المؤسسة آخر 2016، مؤسسة إلكترودس لإنتاج الخلايا الكهرومغناطيسية. نعم. جنان، متى اشتركتي أو قدمتي على الجائزة؟ قدمت على الجائزة آخر يوم بالتسجيل. آخر يوم بالتسجيل قدمت على الجائزة، لأن كنت شوية مترددة بالتقديم. وعقب دقوا علي أن في لجنة تحكيم وفي دكاترة أن لازم أقابلهم ولازم أقدم لهم برزنتيشن، وعلى أساسه راح يحددون من الفائز في يعني نقاط معينة وفي درجات معينة على بنائها يقولون من الفائز. احنا ودنا نعرف شلون كان اللقاء بينك وبين الأساتذة والدكاترة والحوار اللي تم بينكم، وأكيد سويتي برزنتيشن، سويتي عرض كامل على المشروع، صار في سين جيم، استرجعتي ذكريات. ايه وايد استرجعت. ايه تعب السنة اللي اشتغلت فيها بالاختراع والمؤسسة. والله ما كان سهل. أكيد. كان معي متنافسين بنفس المجال اللي هو العلوم والتكنولوجيا، كانت مشاريعهم ما شاء الله، يعني أتمنى لهم التوفيق، مشاريعهم همّن كانت زينة. اللجنة وايد سألتني تكنيكال بالمشروع، والحمد لله لأن أنا وايد متعمقة بالمشروع، وأنا اللي بديت فيه من سنتين تقريبا قبل لا أفتح المؤسسة. الحمد لله قدرت أجاوب على أسئلتهم وعجبهم البرزنتيشن. حنان، على فكرة لما تقول أنا بحول يعني إنتاجي هذا إلى بزنس، إلى شغلة تجارية. أي. إحنا الحين عادي نروح مثلا مطعم أو نروح مجمع تجاري، سواء داخل يعني خاصة برا الكويت، أعطوني يعطونا باسورد هذا ونشغل واي فاي. أي. أنت شنو تختلفين عنه يعني؟ لا، الواي فاي كوميونيكيشن سيجنالز، يعني أنت لما تدخل في باسورد معين حق هالكافيه او هالمطعم عشان انت تشبك على السيجنال مالهم. صح. او الواي فاي مالهم. بس الكترودس او الكهرباء اللاسلكيه ما فيها باسورد، بس انا اللي اقدر اسويه انه رينج معين، يعني مثلا صاحب الكافيه يقول لي انا ما ابي على بعد متر، ما يتعدى المتر مثلا، الكهرباء ما تبث عقب متر، فهذا يخلي الزبون يضطر انه يدخل الكافيه عشان يشحن تليفونه وكذا. يشحن تليفونه بالهواء الطلق بدون وايرات؟ بدون وايرات، اي لاسلكي. يعني ما شيل معنا بلاكات وايرات والباور بانك؟ لا، ما تشيل. والكفرات هذه؟ اي، الكفر اللي هو المستقبل للكهرباء. اي، لازم كفر يكون على التليفون، وهو اهم صنعه عندي بالورشه. يعني قول لنا على الكفر. احنا الحين نحط التليفون داخل الكفر. اي، يعني كل تليفون عندنا، التليفونات مثلا الايفون او السامسونج او الهواوي، كل تليفون له كفر معين، له أوتبوت معين. صح. عشان يشحن هالتليفون. أيه. فأنا قاعد أصمم الكفرات على أساس هالتليفون، يعني أنت مثلا عندك آيفون تأخذ كفر الآيفون وتقدر تشحن من هالخلية. إنزين جنان، الحين في أساسا يعني موجود الكفرات اللي تشحن؟ أي في، يعني شو بعد يعني شو يفرق اللي أنت بتسوينه عن اللي موجود حاليا بالسوق؟ في بعد اللي يصير بلت إن حتى بدون كفر. الفرق ان الباد اللي سووه ايفون او سامسونج لازم تحطين التليفون على الباد اللي هو يشحن، والباد هم لازم يكون متوصل بالكهرباء بواير، فيعني انا ما استفدت شيء، عرفتي؟ لا، اللي موجود حاليا بالسوق كفر تليفون عادي.
اي بس نشحنه وناخذه معانا مثلا ناخذه معانا ونحط على الباور بانك قصدك ايه؟ لا مو الباور بانك كفر تليفون كفر الكفر هذا يعتبر باور بانك هذا نوع من انواع الباور بانك اي حتى هذا الكفر لازم تشحنينه اي انت ما انت بدون شحن انت هذا بدون كهربا. شحن هذا شيء بالمجال الكهرومغناطيسي احوله الى كهرباء لاسلكيه اي صح يعني عفوا هل هذا يعتبر اختراع ولا ابتكار لا هذا اختراع يعني ما حد سواه قبل مو شيء لا يعني الابتكار هو تطوير على شيء موجود. بس هذا لا كفكره جديده ان انا ابث من مسافة بعيدة. أي. ما فكرتي يكون في منتج مشابه أو شغلة مشابهة لمشروعك وتسوين عليه ابتكار وتزيدين أفكار أنت من عندك؟ صعب لأن شوفي لما دخلت مجال البزنس بديتها بمبادر المنافسين راح يكونون وايد فلما أبدي مشروع جديد شوية منافسيني مو وايد فسهل إن أنا أدخل السوق. لكن يعني فوزك في جائزة التميز والإبداع هذا يعطي الشركات ثقة فيك. إنه يعني في إنه ينادونك مثلاً. أي الحمد لله يعني وايد فرحت لما فزت بالجائزة وهذا على قولتهم بيكون لي واسطة عند المستثمرين أو الشركات. الفرحة إن شاء الله. الكبيرة متى راح تكون لما يكون في تكريم لك من صاحب السمو عسل يطول بعمره ويخليه. وما بلغونا صراحة متى التكريم بس سنتين اللي طافوا كان عقبها تقريبا بشهر صار التكريم. عرضتي على شركات يعني المنتج مالك هذا؟ لا والله للحين ما عرضت لأن المنتج النهائي خلصته قبل شهر تقريبا. أي. ومتى بنشوفه على أرض الواقع؟ قريب إن شاء الله قريب. إن شاء الله. يعني أنت بالبيت يعني أو يعني بالورشة مجربتها يعني خلاص قاعد يعني ما قاعد تستخدمين مثلنا كذي يعني؟ لا ما قاعد أستخدم مثلكم موجود عندي بالورشة وشغال وإن شاء الله اللي يبي يشوفه يقدر يشوفه. لا ليش ما جربتي يعني دائما الشيف لما يطبخ طبخة هو أول واحد يجربها اللي يسوي حلويات نفس الشيء اللي يسوي منتج هو يجربه. لا هذا لازم أجربه على نفسي. ما جربه على الناس أول شيء الموجات الكهرومغناطيسية ليفل معين ممكن تسبب خطورة على الإنسان طبعاً فيعني لازم حتى قبل لا أخذ ترخيص صناعي خذيت استئذان من البيئة والحين لازم يعني سويت دراسة بيئية حق المنتج وعقب هم لازم أسوي دراسة من وزارة الصحة فلازم أجربه على نفسي أول وأشوف شنو الخطورات اللي راح تطلع من الجهاز بعدين أعرضه على الناس نعم خليك معنا جنان زميلنا نجيب القحطاني موجود في مكان آخر من أسواق المباركية نروح حق نجيب وأسئلته الحلوة وجائزة المقدمة من وزارة الإعلام تفضل نجيب شكرا زميلي سعد وزميلتي منال في الاجواء المباركيه الحلوه الجميله ومع فرقه كنكوني الهبان والاجوان الحلوه لكن في لقاءاتنا الجميله الحلوه معنا واحد من الاخوان من الجمهوريه التركيه يعطي العافيه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ الحمد لله. ابيك تكون قدام الكاميرا هني خلي يشوفونك. هذا هارون أرقنش ممثل في مسلسل أرطغرل الكل يمكن شايفه في الكويت في دول مجلس التعاون الكل شايف هذا المسلسل وهو الحلقة الأولى الجزء الرابع سلام عليك كيف الحال؟ شكرا مبارك بس لك شلون المباركية أنت زرت أسواق المباركية إيش رأيك في أسواق المباركية شنو الجو الحلو التراثي اللي موجود؟ الحين حلوة يعني أنا أشوف هذا كل الناس يجي وراء نفس إسطنبول والله يعني في داخل إسطنبول تاكسي في استقلال شعار استقلال نفس الشيء أبي أنت يوم مثلت في الجزء الرابع في مسلسل أرطغرل شو كانت الفكرة شو كانت التمثيل والله يعني إن شاء الله يجي أوسمان الحين أنا موجود يعني 92 حلقة يجي أوسمان 92 حلقة مثل مدن أوسمان يجي ولد أرطغرل إن شاء الله أنا موجود كثير يعني أنت جاي كم يوم زيارة بالكويت أربع يوم أربعة أيام أربعة ترجع إن شاء الله ان شاء الله بعد اثنين يوم انا اروح اسطنبول نقول الله يعطيك العافيه ونبي تسلم على اخواننا في الجمهوريه التركيه وحياك الله شكرا في فرحان البصمان انا اقول شكرا عشان فرحان البصمان يجي فورمي انا اروح كل يوم عشاء قاعده مسافر والله كويتي ناس كثير حلوه يعني
كل يوم يجي هارون يقول هارون. يعني زرت الدواوين الكويت؟ اي والله، يعني في دواوين اقول هارون يجي قهوه شاي، يعني الكل ما شاء الله يقول هارون ارقنش زاير الكويت الممثل، ما شاء الله الكل بيشوفك. انا احب كثير والله 100 100. احنا نقول يعطيك العافيه وحياك الله وشكرا جزيلا. شكرا، مشكور، حياك الله. مشاهدي الكرام، لا نزال معاكم في مسابقاتنا وسيلتنا حق الجمهور، ناخذ اول متسابق، حياك الله، تفضل. مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير، يعطيك العافيه. الله يخليك. خليك قدام الكاميرا هنا. ها، يقول لك من الحرف الكويتيه القديمه التي عمل بها البعض من الكويتيين لعمل الاحذيه عزك الله والنجديه، من هو كان؟ هل هو الحايك او النداف او الخراز؟ الخراز اكيد. اكيد خراز، ما تغير. اكيدين والله، فعلا عليك بالعافيه، الف مبروك، تستاهل، حياك الله. ناخذ المتسابق اللي بعده، تفضل. السلام عليكم. انا نجيب، شو اخبارك؟ العافيه، الله يعافيك. شوف الكاميرا هناك، لا ها، خلنا جمع. آلة المرواس، من هو الفنان الكويتي الذي جلب هذه الآلة لإضافتها لإيقاع الصوت في الفن الكويتي؟ هل هو محمود الكويتي، عوض دوخي، أو عبد الله الفرج؟ عبد الله الفرج. أثبت. ثبت. أثبت. ثبت. لا تغير. والله صح، عبد الله الفرج، حياك الله، تستاهل والله، ألف مبروك. ناخذ المتسابق اللي بعده، اللي بعده، حياك الله. حياك الله، تفضل. يعطيك العافيه. عافيك على القوه. الله. سؤالنا سهل ما يبي له شيء. في اي عام تم اشهار جمعيه الهلال الاحمر الكويتي؟ 1955، 1977، او 1966؟ 66. متاكد؟ متاكد. في اي تاريخ؟ والله بالضبط ما 10 يا ناير، 1966. تستاهل والله، عليك بالعافيه، حياك الله، مبروك. ناخذ متسابق اللي بعده، حياك الله، تفضل. مساك الله بالخير. نور يا هلا. يعطيك العافيه. الله يعافيك. قدام الكاميرا هناك. ما هي المنطقه التي كانت قديما يطلق عليها العديليه الشرقيه؟ ركز معايا، النزهه، الفيحه، او الروضه؟ الروضه. اكيد ان شاء الله. اثبت. ثبت. والله اثبت فعلا، بس تدري كان اي عام يطلقون عليها؟ اي سنه؟ لا والله انا بسهل عليك، في عام 1970 تم تغيير اسمها الى الروضه. ألف مبروك، حياك الله، تستاهل، مبروك، حياك الله. راح تكون معنا آخر متسابقة، حياك الله، تفضلي. مساك الله بالخير، تعالي شوي هني قدام الكاميرا، يعطيك العافية. مساء النور. سؤالنا سهل ما يبي له شيء، وبيجي تربحين، ما بي حد يخسر اليوم، ما حد خسر. في أي عام تأسست بلدية الكويت؟ أي عام تأسست بلدية الكويت؟ 1920، 1940، أو 1930؟ 40. أنا بشيل 40، دير بالك، 20 أو 30. 30. أثبت. أثبت. والله أثبت فعلا، في 13 أبريل 1930، عليك العافية وألف مبروك، تستاهلين هالمكافأة هذه. مشاهدينا الكرام، راح نشوف مخرجنا راح يودينا عند فرقة فاضل كنكوني في أسواق المباركية، استمتعوا مع هذه الفرقة الجميلة.
الاسمر يا زين
مشاهدينا الكرام بنكمل ما تبقى من حلقتنا مع ضيفتنا جنان الشهاب الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية للتميز والإبداع في مجال العلوم والتكنولوجيا. شنو كان شعورك لما دق عليك قالت يا جنان انت فزتي؟ بكيت على الهواء لان ما كنت متوقع، كان عندي احساس بس يعني هم لان المنافسين قلت لكم كانت مشاريعهم وايد قويه. دقت علي الشيخ الزين الصباح والوزير خالد الروضان وبلغوني عن الجائزه وكان يوم يعني ما ينسي. 13/3/2018 هذا ينحفر بالتاريخ. و13 3 ترى يوم الشباب الكويتي بالضبط، عشان كذي اعلنوا بهاليوم. نعم، عموما جنان الله يعطيك الصحه والعافيه، مبارك لك مره ثانيه وان شاء الله يعني نلتقي معاك وانت في اعلى واعلى المراتب ان شاء الله. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يوفقك يا رب. الشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعه، نشوفكم باكر ان شاء الله في حلقه جديده من اسواق المباركيه. الكلمه الاخيره عند منال. يعطيك العافيه سعد، يعطيك العافيه نجيب، يعطيكم العافيه مخرجينا الكرام، نلتقي معاكم باكر ان شاء الله من 7 إلى 9 بحلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم اسواق المباركيه. نشوفكم على خير، مع السلامه. مع السلامه. والغزلاني يا عبد مسكين طرد الهوى وكبري بلوى. العب العب هلا وين اسمع عاش هلا 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 عاش وعاش وعاش هلا طيب هلا 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 عاش مفتوني قلبي فيها والغزلان يعبد مسكين.